التمور كم نوع هنا في مدينة رسول الله؟ ما شاء الله، لا لا الله، تدخل 18 نوع. 18 عندك 18 البلة نوع. عندك العجوة، عندك الصفاوي، عندك المبروم من أطراف المدينة اللي هو العلا، وعندك العنبرة. ما شاء الله، لا لا الله، أنواع المدينة الحين صاروا، مو بس العجوة، العجوة هي اللي بحد ذاتها أكثر من نوع. أكثر من نوع. إي العجوة. العجوة أكثر من نوع. في العوالي، وفي قلنا مما على قولتهم يقول لك الحياة أمل والأمل كفاح والكفاح وإصرار والإصرار ونجاح. لقينا البركة عند جيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولقينا التمور فيها بركة وفيها طيبة نفس. اللي ما نفسه ما هي طيبة ما يقدر يشتغل بالتمور. اللي نفسه ما هي طيبة ما يقدر يشتغل بالتمور، ما يقدر يستمر. التمر عنده مراحل، مراحل تنظيف وتجفيف ومراحل تخزين. هي اعرف كيف تخزنه. والتمر إذا أنت تبتاخذه من المدينة نصر عبد الله الحربي. الحربي نعم. والنعم معك زود. تشتغل في التمر من أمتى؟ والله للسنة هذه. السنة دي بس؟ نعم. لسه جديد يعني؟ عندنا مزرعة وزارعين، ومن الفترة نزل بالسوق. السنة هذه لا، صرنا نبيع في السوق. تجارتي فيها هنا؟ نعم. ربنا يبارك لك. اللهم آمين. شغل التمر حلو؟ طيب. طب تنصح المعتمر أو الزائر بأي نوع من أنواع التمور هنا في المدينة؟ والله تمور المدينة كلها طيبة الحمد لله. أبيع على 5 ريال. 5 ريال العجوة دي؟ أبيع على 5 ريال، 5 ريال أبيعه؟ أهم أبيع على 5. طبعا سوق المدينه المنوره للتمور يا جماعه من اكبر الاسواق في المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله، ودي طبعا لكثره الانواع الموجوده فيه وتوفرها بكثره ما شاء الله. وهنا طبعا بيتم البيع عبر حراج او عبر اكشاك. هنا لو عايز كيلو كمان بتاخده. متابعين الكرام، احبابي في الله، الحراج تقدر توصله ازاي وانت في الحرم؟ تقول له عايز اروح عند العاليه مول بالظبط 10 دقائق او 15 دقيقة من الحرم، هتكون في أكبر سوق للتمور في المملكة العربية السعودية. أحبابي في الله، هنا العالية مول من طريق الملك عبدالله. أحبابي في الله، هتقدر توصل لأكبر سوق وأكبر حراج مركزي للتمور في المملكة العربية السعودية، وهو سوق التمور المركزي بالمدينة المنورة. متابعين الكرام، خليكم معايا لنهاية الفيديو. الفيديو جدا هيعجبكم، ياريت تدعموني باشتراككم الحلو، واي استفسار تكتبوا لي في الكومنتات، ويا رب يكرمكم جميعا بعمره قريبه وبينا على جولتنا. احبابي في الله، لان الجوله فعلا شيقه. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه، فهذا يدعمنا كثيرا. طبعا يا جماعه لازم القهوه العربي ده يا جماعه، القهوه السعودي، ولازم معاها التمر. احبابي في الله ما شاء الله، وحصلنا لكم الحمد لله مزرعة عضوية عند أبو نواف. أبو نواف الحربي. نعم. مزرعة عضوية دي يا جماعة مش فيها سماد ولا أي شيء. العنبر ده ما فيش سماد ولا أي شيء. كيلو 25 ريال فقط. كيلو العنبر ب 25 ريال يا جماعة. وكمان الصفاوي. الصفاوي طبعا عضو طبعا بدون مبيدات نهائي. بكم؟ ب 20 ريال. 20 ريال. والعجوة كمان. والعجوة كمان 20 ريال. من مزرعتي الخاصة. مزرعته الخاصة يا جماعة، واللي عايز يتواصل معه وفي توصيل كمان للي عايز كميات. كميات نعم نوصل. طب رقم جوالك يا عمي؟ 0501131813. يا جماعة هو رقم جواله اللي حابب يتواصل معاه وللكميات، ومزرعة عضوية بدون مبيدات. أحبابي في الله، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. متابعين الكرام، أحبابي في الله، جولتنا النهاردة جولة غير عادية أحبابي في الله، لأنها من أكبر سوق للتمور في المملكة العربية السعودية. فعليا من أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية، وهو سوق المدينة للتمور أو حراج المدينة للتمور. أحبابي في الله، طبعا أنواع كثيرة موجودة في السوق متابعين الكرام، وبيحرجوا على التمر وكل أنواع التمر متابعين الكرام. أحبابي في الله، طبعا من أهم التمور في مدينة رسول الله هو تمر العجوة. أحبابي في الله، يعني من اهم التمور في مدينة رسول الله هو تمر العجوة. دي طبعا بيهم الزوار والمعتمرين كتير جدا، وطبعا ممكن تشتري بالكرتون وممكن تشتري بالكيلو. احبابي في الله ما شاء الله تبارك الرحمن. احبابي في الله، وطبعا العنبر احبابي في الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا العنبر احبابي في الله ما شاء الله، طبعا بالكرتون احبابي في الله.
ما شاء الله. الاسعار طبعا احبابي في الله بتبقى حراج، والاعلى سعر بيرسى عليه المشتري، وطبعا في اكشاك بتبيع بالكيلو احبابي في الله. ده ما حرجوش عليه لسه، ودي العجوة طبعا ان شاء الله تبارك الرحمن. احبابي في الله ما شاء الله هنروح عند الحراج احبابي في الله وهنشوف الاسعار بكم. طبعا كم حراج احبابي في الله؟ طبعا حراجات كتير جدا. طبعا. كم هذا يا محمد؟ كم هذا؟ لسه ما في معلوم، لسه ما حرجش. على 11.5 العنبر، على 11.5 العنبر، على 11.5 ابي عنبر على 11.5 يا حلو يا حلو على 11.5 عنبر على 11.5 تبيعه دي كده يا جماعه. ابي عنبر على 11.5 عنبرة المدينه على 11.5 تبيعه 11.5 على 11.5 ابي 11.5 11.5 عنبر الله يبارك لك 11.5 11.5 يا جماعه. ما شاء الله الكيلو بريالين، دي 3 ريال، 3 ريال الكيلو. ما شاء الله نوع من انواع العجوه هي برضو بريال ونص، بريال ونص تبارك الله مصنع بريال ونص ان شاء الله. درني على ريال ونص حبه صغيره، درني حبه صغيره، درني حبه صغيره ريال ونص، درني على ريال ونص الله يبارك له، ريال ونص الله يبارك له مصنع، ريال ونص ريال ونص تبيعه، ريال ونص ريال ونص الله يبارك له مصنع. عجوه برضه حبه صغيره خالص ريال ونص، هذا على ريال ونص ريال ونص ريال ونص. ربيع ريال ونص، الكيلو طبعا. ابيع الربيع بريال ونص، ريال ونص تبارك الله مصنع بريال، بريال ونص يا جماعه. الربيع دي بريال ونص، الربيع كبيره شويه 3 ريال، ثلاثة ريال. الربيع ثلاثة ريال، الربيع ثلاثة ريال، ابي طرد ونص، طرد ونص، ابي طرد ونص، طرد ونص تبيعه. دي طبعا حراج. اعمي ابي طرد ونص، ابي طرد ونص، طرد ونص تبيعه. اعمي ممكن تاخذ كرتون وتوزعه. 3.5 صفاوي هذه على 5 ريال، صفاوي 5 ريال، صفاوي ابي على 5 ريال 6 ريال، ابي على صفاوي على 6 ريال 6 ريال، 6 ريال الصفاوي 6 ريال 6 ريال 6 ريال 6 ونص 6 ونص ما شاء الله. ابي 6 ونص 6 ونص، ابي 6 ونص 6 ونص، ابي على 6 ونص 6 ونص ابيع 7 ريال 7 ريال 7 ريال، ابي على 7 ريال 7 ريال، وصل 7 ريال 7 ريال 7 ريال. عمي ابي على 7 ريال 7 ريال، ابي على 7 على 7 صفاوي ابيعه، ابي عمي على 7 ريال صفاوي، على 7 ريال 7 ريال ابيع الله يبارك له 7 ريال 7 ريال يا جماعه. هذه على الله كبير 7 ريال دي، هذه على الله على باب كريم، هذه هذا هذه على الله على باب كريم، هذه على 4 ريال عجو، على 4 ريال عجو، 4 ريال 4 ريال 4 ريال على 4 ريال 4 ريال عجوه، 4 ريال على 4 ريال 4 ريال على 4 ريال 4 ريال عجوه، 4 جده 4 ريال 4 ريال على 4 ونص 4 ونص، ابي عجوه على 4 ونص تبيعه، اعمل ابي على 4 ونص ان شاء الله 4 ونص العجوه دي 7 7 7 7 ونص 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 7 ونص 7 ونص دي، ابي 7 ونص 8 ريال 8 ريال 8 ريال، ابي عجوه 8 ريال عجوه حبه ما شاء الله كويسه برضه 9 ريال 9 ونص 10 ريال 10 ريال 10 ريال ابيعه ان شاء الله على 10 ريال وصلت 10 ريال، ابيع على 10 ريال ابيع على 10 ريال ابيع على 10 ريال ابيع على 10 ريال ابيع على 10 ريال، عاد عند الجاد بارك الله 10 ريال ب 10 ريال العجوه دي احبابي في الله. طيب طيب دي ب 10 ريال، هذا على 7 ريال 8 ريال 9 ريال 9 ونص 10 ما شاء الله، ابيع 11 ريال 11 ريال نظيف 11 ونص 11 ونص 11 ونص تبيع 12 ريال صفاوي فاخر 12 ريال صفاوي ب 11 ريال صفاوي 12 ريال ابيع على 12 ريال 12 تبيعه، عمي ابيع على 12 12 ونص
بن عجرة الطبيعة بعدين على بن عجرة إن شاء الله. الطبيعة عميل بن عجرة الطلبة بعاد على بن عجرة الطبيعة هاي متين على بن عجرة عميل بن عجرة عندك زيادة إن شاء الله. بن عجرة الله يبارك لك بن عجرة 12 ونص يا جماعة الصفاودة الصفاودة 12 ونص ما شاء الله. ابيع على 10 على 10 ابيع على 10 برضه نوع ثاني من الصفاوي ابيع على 10 ريال دي كله من انتاج المدينه يا جماعه 10 ريال ابيع 10 ريال على 10 ريال ابيع على 10 ريال ابيع على 10 ريال بارك الله 10 ب 10 ريال يا جماعه ده ب 10 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال ابيع 5 ريال ايوه حصل صغيره 5 ريال 5 ريال ابيع على 5 ريال ابيع على 5 ريال ابيع على 5 ريال العجوه دي ابيع على 5 ريال 5 ريال ابيعه اعمي ابيع على 5 ريال ابيع عجوه على 5 ريال ابيع عجوه حبه صغيره وسط على 5 ريال 5 رط ان شاء الله ابيع على 5 رط 6 ريال 6 ريال 6 ريال ابيع على 6 بارك الله عمك هنا 6 ريال يا شيخ 6 ريال يا جماعه دي وصلت 6 ريال 8 8 9 9 ونص 10 صفاوي 11 12 ريال 12 صفاوي باخر 12 ريال صفاوي يا جماعه 12 ريال 12 ريال ابيع على 12 ريال 12 ريال أهم يبيع على 12 ريال أبيع 12 ريال دي زيادة صفاوي باخر على 12 ريال أبيع على 12 ريال أبيع جدة على 12 أبيعه الله يبارك له 12 ريال إن شاء الله دي خلص ب 12 ريال عجوة حبة كبيرة هي 10 نص على 10 نص عنه على 10 نص 10 نص أبيع على 10 نص على 10 نص أبيع 10 نص 10 نص أبيع عجوة طيب على 10 نص 10 نص ابي عجوه على 10 نص على 10 نص ابي على 10 نص على 10 نص ابي عجوه عجوه على 10 نص 10 نص ابي عمي على 10 نص العجوه دي على 10 نص 10 نص 10 نص ابي على 10 نص 10 نص عجوه ابي عجوه على 10 نص على 10 نص ابي عجوه بعدين على 10 نص على 11 ونص ريال 11 نص 11 ونص 12 2 11 نص 12 ريال 12 ريال ما شاء الله 12 ريال يا شيخ 12 ريال 12 ريال مشدود 13 ريال 13 ريال اقلب يقول لك ايه مشدود المضيء نظيف مشدود يا جماعه شايفين المشدود عامل ازاي 14 ونص 14 ونص يقول لك 14 ونص 14 ونص ما شاء الله 14 ونص نظيف اقلب ما شاء الله ما شاء الله 14 ونص تبيع 14 ونص تبيع ابيع 14 ونص ما شاء الله عندك زياده ما شاء الله يا جماعه صلوا وسلموا على الحبيب مجدول مجدول المدينه مجدول المدينه 14 ونص 14 ونص ما شاء الله تبارك الله 14 15 ريال 15 ونص 15 ونص الله يبارك له 15 ونص 15 ونص نبيع 15 ونص على الرقم 15 ونص طبعا المجدول والعجوه من اهم التمور يا جماعه والعنبر كمان العنبر 8 ريال 9 ونص 9 ونص عنبر 10 ريال ايه عنبر ابي عنبر على 10 ونص على 11 على 11 ونص ابي عنبر 11 ونص تبيع 12 ريال 12 ونص عنبر 13 ريال 13 ريال 14 ريال 14 ونص 14 ونص عنبر 14 ونص بعدين 14 ونص عنبر 14 ونص 15 ريال برا 15 جده برا 15 ريال هنا 15 ونص 15 ونص تبيعه اه انت برا 15 ونص تبيعه ابي جدة 15 ونص وصلة 15 ونص 15 ونص يا جماعة العنبر ده ب 15 ونص 13 ونص 13 ونص 13 ونص 15 ونص 13 ونص 13 ونص 13 ونص دي 14 ريال على 11 على 11 على 11 ونص على العجوه دي على 14 ريال 14 ريال ان شاء الله شايفين يا جماعه ان شاء الله وبرضه في بالفلينه احبابي في الله لو انت محتاج بالفلينه وهنا المحلات دي يا جماعة بتبيع بالكيلو بقى يعني المحلات اللي قدامكم دي بتبيع بالكيلو متابعين الكرام أحبابي في الله الحراج يعتبر من أكبر الحراجات في مدينة رسول الله متابعين الكرام الحراج يعتبر من أكبر الحراجات في المملكة العربية السعودية دي كان حراج وطبعا دي حراج وانتهى كمان
طبعا المكان يا جماعة مش بعيد عن الحرم، في جوار العالية مول. السلام عليكم. عمرة؟ لا. ها؟ لا زيارة. زيارة. اشتري تمر؟ ايه. خلاص اشتري؟ لا لسه. لسه؟ آه. هذا رخيص ولا ايه؟ لسه سوق رخيص. رخيص. الله يتقبل يا رب. آمين. حبيبي. باكستان ولا هندية؟ بنغلاديش. بنغلاديش؟ ما شاء الله. الله يوفق يا رب. يا حمام الشوق ودي لي وصل سلامي، أيا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. يا حمام الشوق ودي لي وصل سلامي، أيا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. والمشاعر تعزف دايم، فكري فيها صاحي ونايم، والله طيبة أغلى هدية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، طيبة تداوي 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 البهية. يا طاير ودي الوصية سلم عالروضة البهية. يا منايا وفكري وروحي نظرة فيكي تشفي جروحي، زورة ليكي أقصى طموحي لما أعزم وعقد نية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، سلم عالروضة البهية، يا طاير ود الوصية سلم عالروضة البهية. لما أوصل طيبة دموعي تنسى كيف تروي لضلوعي، أرتمي ويحلالي خشوعي عند طه نفس رضية، يا محلى وهنا ظلالك يا طيبة باهي جمالك.